اول حاجه اعرف ايه نوع المشكله اللي عند ابني، الاعاقه نوعها ايه، وابدا اعرف مسؤوله الحضانه عن نوع الاعاقه بتاعت ابني. خدي بالك انواع الاعاقات كتيره، صحيح. اعاقه بصريه، اعاقه سمعيه، اعاقه عقليه، توحد، صعوبات تعلم، ADHD، شلل دماغي، ضمور العضلات التدهوري، الاعاقات كتيره جدا. صحيح. اعرف مسؤوله الحضانه نوع الاعاقه بتاعت ابني او بنتي، وهل متاح حد مختص بهذه موجود. الإعاقة أم لا، ولو مختص إيه نوع التخصص بتاعه، وإن أنا أتكلم معاه وأحاول إن أنا أوصل لفكرة ابني بيحب إيه وما بيحبش إيه، نقاط الضعف نقاط القوة اللي عنده، هتعرف تتعامل ولا لأ. وإنتي كأم هتقري اللي قدامك كمان صحيح. التخصص، يعني ما ينفعش أقول إيه أنا عندي أخصائي إيه بقى، إعاقة بصرية، إعاقة سمعية، أخصائي حركة اضطرابات تواصل ولغة في أطفال متأخرين عندهم لغويا، توحد كمان، أو في أطفال داون سيندروم، متلازمة داون، إيه نوع الإعاقة بتاعت ابني؟ أبدأ إن أنا أتكلم مع مسؤولة الحضانة، وهل متوفر عندها معلم أو أخصائي لهذه الإعاقة أم لا؟ ولو كان موجود معلم، إيه البرنامج اللي بيشتغل بيه؟ سان رايز، هيلب، تيتش، أبلز، بورتاج، ايه اللي بنشتغل بيه، ايه البرنامج اللي بيأهل الطفل، وان انا ادفع فيه فلوس شهريا والاقي فيه استجابة عن ابني. مش انا اسيب ابني واقول انا عملت اللي عليا قدام ربنا، لا، تابع مع ابني ومع المعلم اللي شغال مع ابني، ونوع البرنامج اللي بيشتغله ابني، والنتيجة هاخدها بعد قد ايه، فاهمين؟ وابدأ صحيح. ان انا اتابع الحضانة. دي من اولويات الام اللي تشوفها في الحضانة تجاه ابنها او بنتها، اطفالها يعني اللي سبيشال نيد. جميل جدا.